بصير أبغى بصير إحنا عندنا مش أزمة بس يعني خلينا نقول قوانين، إحنا عندنا أزمة أخلاق وسلوكيات وأمان، وهذا يرجع لنا وانتماء للرسالة. إنه فضلت كانت جملة كثير حلوة، إنه حب كل ولد هو ابنه. بالضبط. أنا شخصيا أقسم بالله ما عملت الروضة إلا الأولاد، لأنه كان يقول ما في مش اثنين التزمنا طول عمرنا بال 16 وأتحدى أي نتيجة تقول لهم عمري أنا ولدتين كذا بتفضلوا الفرضة أو تعدد ال 16. لكن امبارح على سبيل المثال امبارح لقطوا الباص في 14 ولد وكل إن شاء الله إن شاء الله 9. أنت ما معك ترخيص يحمل أكثر من 8. فاليوم إحنا شو عملنا؟ عبينا كل ما نشوف قلت لهم روحوا 8 وإن شاء الله بنخلص إمتى؟ الساعة 11. مين اللي حدا يقول لكم؟ الأهالي عشان يقولوا يا اما بنزين يا اما تروحوا تحتجوا عند الدار في السير يا اما تروحوا على التربية. للامل انا اجيت هون وانا باصاتي لسه لم كمل ايش لم يولد قلت لهم على الثمانية في مثل بقول امشي عدل احتر على التوفيق عمل ما نشوف شو بدنا نعمل. امبارح انا فكرت انه باص رايح على المنطقة اليوم اول شيء كذا باص حتى الكبار ومحطوطين في الاجهزة الى ما كان باص. الان بالنسبة للباصات هلا حملت زيادة ممكن الشرطة تخالفني. أنا في نقطة بفكر فيها دائما، في بعض القرى رياض أطفال تستخدم سيارات مشطوبة. أنا بحكي لكم فيه، وإحنا الآن واللي هيكم اسمعوا الروضة اللي بتستخدم سيارات مشطوبة أو مسروقة أو منتهي صلاحيتها أو غير صالحة، كل هذه الرياض الآن تحت أعين الشرطة. وأي ملاحظة بتجينا من مدير الشرطة أنه ضبطنا سيارة بتقل أطفال لروضة، تغلق الروضة فورا ولن تمنح ترخيص نهائي، عشان تكونوا بالصورة. يعني سيارة تخالف تحمل راكب راكبين زيادة، سيارة مرخصة على الأقل، يعني سيارة تمشي بوضح النهار. أما أطلع أطفال بسيارات مشطوبة نازلة عن الخط، سيارات مسروقة، أنا بعتقد هذه في يعني إذا بتصنفها في عالم الطفولة بعتقد أنها من الكبائر في عالم الطفولة إني أنا أخلي سيارة مشطوبة تحمل الأطفال لروضة. فيه قولوا ليش ما فيش فيه، بس أنا لو يوصلني التوصيف من جهة رسمية وبشكل دقيق وموثق لن أبقي على الروضة يوم واحد. أنا بحكي بوضوح، أنا يعني أنا لما أشتغل زي اللي بيشتغل فاتح محل وبتهرب من الضريبة، طب هو بالآخر بده يوقع بده يتمشكل. لا، أنا بمشي بطريقة صحيحة وبين أموري كل شهر بشهره وكل فاتورة بجيبها بطريقة سليمة، أنا بعتقد الأمور كلها بتكون بخير. الآن بالنسبة للباصات، سأخلص الملاحظة. بالنسبة للباصات هلا بتعرفوا كان في احنا قدرنا قبل سنتين انه ناخذ لغاية 31/12/2009 مددونا دائرة السير لما قعدنا مع المحافظ ودائرة السير ولجنة السلام العامة في المحافظة. لكن الآن يمكن كنا في ورشة وكانت القوانين عندهم صارمة وتعليمات من وزارة النقل انه خلص الباص بدك اشتري باص كبير. حتى انا قلت لهم اليوم انا هو اللي معاي يشتري باص كبير بروح بفتح روضة بتجيب له 1000 شيكل بالشهر ولا 1500 شيكل. اللي معاه حق باص كبير يعني 150,000 شيكل بفتح له شركة صغيرة ولا بفتح له مشروع تجاري اللي يجي له 5,000-10,000 في الشهر ربح. يعني حكينا ويمكن سمعتوه بجوز التلفزيونات بثت هذا الكلام، لكن ومع ذلك القانون فوق الجميع، نحترم القانون. وإحنا يمكن كلنا منعيط كفلسطينيين كنا إنه أيمتى بده يكون عنا انضباط، بده يكون عنا قانون، بده يكون عنا. وأعتقد إنه طالما في عنا نظام وعنا قانون إحنا كلنا بنكون تحت هذا القانون، وبالتالي نستجيب للتعليمات اللي أو نعمل بالتعليمات اللي تعطانا. الآن هلا الباص باصاتكم فيها بتحمل راكب 2 طفل 2 3 4 صارت تتوقف من الشرطة وتتخالف، مظبوط؟ لا، أنا بجيب بدل الباص باصين
بستأجر بستأجر، وانتوا كلكم موجودين وفي نقابة رياض أطفال، عمركم قعدتوا مع بعضكم فكرتوا قديش الرسوم اللي بتتقاضوها؟ ليش أنا بأخذ 10 وغير وهذاك بأخذ 11؟ يعني زي 2 ببيعوا في دكاني خضروات أو فواكه، واحد بنص بنقص نص شيكل مشان يضارب على صاحبه؟ لا، احنا بنكون زي بعضنا والرزق على الله بعدين. اذا ممكن انا ممكن انه تقعد تتشاورين، والله كيف نعمل الرسوم؟ كيف لما نستاجر بساط؟ والله هالبساط اذا ولي لا بتكلف، بنزيد على الطالب بنزيد على الطفل. انا اول كنت احط الى 14 في الباص، هلا بدي احط ال 14 في باصين. انا لما انقل 14 طفل في سياره صغيره وصرت انقل 7، قدمت خدمه افضل للاطفال ولا لا؟ خليني اكمل الوقت، بقرب الوقت بطلع بكير. الان انتو الاصل انه تكون ايدكم وحده في هذا الموضوع. انا كمدير تربيه ما بطلع لي اقولكم اعملوا الرسوم 250 ولا اعملوا الرسوم 50، بطلع ليش؟ انتو سباتكم هاي. ليش الامهات الصفر؟ ففي سعر، يعني وزارة التربية والتعليم ما بتحدد سعر، لكن اذا جاها شكوى معينة تنظر في هاي الشكوى. هلا انا اذا جيت انتو كلكم قعدتوا مع بعض اصحاب رياض الاطفال ورتبتوا الامور بحيث انه تكون الرسوم تختلف عما هو عليه، لانه الان في عندكم معطيات وظروف جديده، ظروف المواصلات والباصات والترخيص وشروط وزاره النقل والمواصلات، وايضا التجديد من قبل وزاره التربيه والتعليم على الظروف الصحيه والهندسيه والسلام العامه لرياض الاطفال. يعني انا بقول لكم اتوقعوا انه يجيكم كشف هندسي حتى لو كنت مرخص وساني المفعول. يعني احنا بدنا نشتغل على الكشف الهندسي وعلى الكشف الصحي على الدفاع المدني، لانه ما بقبل تحت اي ظرف اني يجيني شكوى على انه هذه الروضه فيها شيء مخالف للمواصفات، درج ملوش ترابزين، شباك ملوش حراسي، كذا، مقاعد فيها مسامير، يعني قضايا كثيرة. أنا يعني أمور الأصل أنا كصاحب روضة المفروض ما أقبلها، الأصل إني أنا ما أقبل هاي الأمور. بعد نهاية الدوام نتأكد إنه كل الأطفال طلعوا، وخصوصا اللي بيجوا اللي بيستنوا أهليهم. يعني ما بخلي أنا أطفال في الروضة وما فيش معهم حدا تايجوا أهليهم يأخذوهم، لا، الأصل أنه يكون في حدا مسؤول تا كل الأطفال يطلعوا واتطمن أنه أهليهم استلموهم، بالإضافة للي بروحوا بالباصات. ساعتها أنا بغلق الروضة، لأنه مرات تحصل حالات أنه طفل بيكون راح الحمام بروحوا كل الناس بيسكروا، تفقد الطفل موجود في الروضة. فننتبه لكل هذه القضايا.